لغايه كده عندك ملاحظه؟ اربع ملاحظات تقولهم قبل ما اقول لك الاهلي رد بايه بقى، اتفضل. قول الاهلي رد بايه؟ هبوظ لك الملاحظات. طب اقول الملاحظات لان انا متوقع الرد لازم هكون راقي. تمام. زي ما الخطاب ده قول ملاحظات كان فيه نفس هادئ. قول ملاحظات. لغه التخاطب. الاول كان فيه عنجهيه في الرد. وكان فيه ردود استفزازيه. لا ما فيش حكام اجانب، ما حدش هيفرض علينا، لا مش عارف ايه، لا فار ايه، لا بدا صوت العقل واعمال العقل يظهر واعمال الواقعيه والردود العمليه. انت يضيرك ايه في اللي طلبه الاهلي؟ لا انت ولا اي نادي تاني مش عايز الطلبات دي. صحيح. فصوت العقل، اللغه الراقيه اللي في الجواب والانتهاء بكلمه كلمه لطيفه في ختام الخطاب. اذا هناك تطور هائل يبان صغير لكن له معنى كبير جدا هيؤثر على ما هو قال. لان الفتره اللي فاتت دي كلها كانت مكابره واحسن ما في خيلك اركبه واستفزازات متبادله وكانت عمليه يعني كاد ان يذهب ضحيتها الجماهير من كتر الشحن. مساله هعلق عليها، مساله هسالك عنها. الفار. الفار ليس هو الحل. لان الفار برضه في الاخر هترجع للبشر. يبان ان التكنولوجي لو انت هتطبق الفار زي طريقه الفولي بول والتنس، انك بتجيب الخطوط وتك خلاص الحكم ملوش راي، هيقول لك اهي طلعت لك على الشاشه جول. لكن هسيب المساله فيها ديبيت وحوار وناس بشر بشر تانيين هم اللي ياخدوا القرار، بشر تانيين ممكن يركزوا على اللقطه وممكن ما يركزوش. طب ما انت وقفت راجل على الخط حكم خامس شفناه امبارح بيلغي ضربه جزاء خلاص، وشفناه قبل كده بيلغي اهداف للاهلي، وشفناه وهو ما بيحتسبش ضربات جزاء. صحيح. وهو دوره انه كان ناقص يخش يرقص ويحاور معاهم. يعني اذا المساله مش مساله تكنولوجي قبل الاراده. عندما تكتمل الاراده في اتخاذ او اعمال صوت العدل بقدر الامكان كل شيء ينجح. الحكم الخامس ينجح، الفار ينجح، حتى الحكم ابو صفاره هينجح لوحده. طيب فالنقطه اللي عايز اسالك فيها يعني ايه هنطبق اللعب النظيف؟ لا قال له واحنا باستمرار حريصين على اقرا لي الفقره دي. لا بيقول له أربعة، يتم بصفة دائمة تطبيق مبدأ قواعد اللعب النظيفة الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم. كان الأهلي في خطابه طلب ساتش آز. ما هو دي كلمة دي أنا بسألك فيها. كلمة ما هو اللعب النظيف؟ عايزين يقولوا له إنك أنت تطلع كورة لما زميلك يقع في الأرض. أنا عايز دي تتلغي، دي مالهاش دعوة باللعب النظيف، دي الخيابة. الحاكم بدل ما صفرش يبقى مش شايف حاجة غلط. أنت مطالب إنك ما تخشش على زميلك بعنف مقصود، ما تبقاش بتشوح وبتتصرف بطريق سلوك غير رياضي، ما تلجأش للخديعة انك تحط كرة بايدك ولا تداري على خطأ. ده اللعب النظيف، انك انت فير بلاي مع بعضينا. لما يقتصر علينا طلع الكرة ويبقى كل الكلام يقولك ده ما طلعش الكرة لما احنا وقع واحنا بنطلع له الكرة لما هو بيقع، ما تطلعوش الكرة خالص. إذا كانش الحكم شايف مبرر ما تطلعوش الكورة. طيب. اللعب النظيف يا أستاذ إبراهيم لكل واحد ياخد حقه.